انت برضو اللي اديتنا. وكأنهم يعتبون على الله انه اعطاه. عارف دي اللي هو ايه بيقولوها الناس المصريين عندنا، ان هو محدش عاجبه حاله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه، ثم أما بعد، مشاهد ومتابع قناة عرف دينك، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. ما زلنا نتكلم عن الترتيب في من يدعى بين يدي الله تبارك وتعالى في كلام ابن عباس رضي الله عنهما. فيدعى أولا المماليك، ثم أهل البلاء، صلى الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، ثم يدعى الأغنياء. قال ابن عباس: ثم يدعى الأغنياء فيقول لهم، ربنا يجيب بقى الجماعة الأغنياء بقى، ما شغلكم عن طاعتي؟ خد بالك، لو تلاحظ الأولين خلص المماليك دول الفقراء قالوا له: أصل احنا كنا شغالين خدامين عند الناس، لو كان معانا ما كناش حصل لنا الكلام ده كله ده. طب الجماعة بقى الأغنياء بقى اللي هم مش شغالين عند الناس، اللي معهم الملايين والمليارات، ايه القصة؟ دول بقى الناس اللي ميت فل بقى، ايه اللي يحصل؟ ثم يدعى الأغنياء فربنا يقول لهم: ما شغلكم عن طاعتي؟ فيقولون: يا ربنا أعطيتنا المال، انت برضو اللي اديتنا. وكأنهم يعتبون على الله انه اعطاهم. عارف دي اللي هو ايه بيقولوها الناس المصريين عندنا، ان هو محدش عاجبه حاله. هي دي، ايوه هي دي، محدش عاجبه حاله. ليه؟ هذكر لكم موقف عجيب قوي. في مرة واحد ساكن، فبيقول: والله الغفير اللي عندنا في العمارة احسن مننا احنا سكان. ليه؟ قال: والله الغفير ما بيدفعش كهرباء ولا مية ولا أي حاجة. شوف احنا بندفع كهرباء ومية وتليفونات وبتاع وعايش ميت فل. قلت له: يعني انت ترضى تبقى مكان؟ يعني انت ترضى تبقى غفير العمارة؟ طبعا مع احترامنا للسادة الغفراء، دول أسيادنا على رأسنا، احنا أحذية الناس على رؤوسنا والله. ولكن هي الفكرة هنا، انظر شوف يعني هذا يحسد الغفير علشان ما بتفحش الكهرباء والمية. اذا هنا في بعض الاشياء، في بعض الناس، علشان كده بص، الغنى يكون في القلب، ورزق العبد يكون في عقله. اعظم رزق ربنا ينعم عليه بيك انه يديك عقل فطن بيفهم. ليه؟ انت بتقابل ناس معاها مليارات ما بتفهمش. لما يبقى واحد معاه قاعد في شقة برقم من المال وعنده سيارة ويعمل بمبالغ كبيرة، وفي النهاية مش ياريته قال لك: ده بص الراجل اللي انا شغل عنده، صاحب الشركة اللي معاه الملايين عنده. لأ، ده انت تكتشف ان هو بيبص لمين. يعني المفروض كان لما يبص للغفير كان يحمد نعمة ربنا، لكن لأ، ده هو بيبص للغفير عشان يحسده. الحمد لله على نعمة العقل. فهو ما حش عاجبه حاله، فيدعى الأغنياء فيقولون: يا ربنا أعطيتنا المال فاشتغلنا به عن طاعتك. كل ما تكتر الفلوس ما مش عارفين يعملوا حاجة. أنا واحد من حوالي أكتر من 7-8 سنين كل سنة يقول لي: يا حج، قبل كورونا وقبل ما يوقفوا الحج والكلام ده، قلت له: يا تطلع السنة دي؟ قال لي: لا يعني بنعمل حاجة وإن شاء الله السنة. قلت له: مش هتحج. ليه؟ أديله 7 سنين ومعه من المال الكثير ويطلع وهو مطلعش، يبقى ده مش هيطلع. فيقول له إيه بقى؟ فانشغلنا به عن طاعتك. شوف بقى اللي جاي دي بقى، اصل ربنا اعرف كده ان انت مش هتعرف تضحك عليه. لازم تعرف ان ربنا خلقك ويعلم ما في نفسك. هو انت فاكر ان انت قبل ما تتكلم ربنا مش عارفك هتقول ايه؟ هو انت فاكر انك لما هتقول لربنا شيء ربنا مش عارف يرد عليك؟ قال كده سبحانه وتعالى، قالوا: والله خلقكم وما تعملون. يا حبيبي، خلقك الله وخلق عملك، ويقول لنا كده: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ده أنتوا عشان تعرفوا عظمتي وقدرتي وسعة ملكي، أنا مش عايزك تبص للسماء ولا الأرض، ما تبص لحاجة، أنا عايزك تبص لنفسك بس. تبص لنفسك ليه؟ لأن عارف لما تعرف أن أنت مخك، الدماغ دي فيها 3 مليون خلية، كل خلية تعمل بمفردها. لو خلية من الخلايا دي توقفت حضرتك تموت. انت متخيل كم خليه؟ بالله عليك، لو انت اساسا صاحب مصنع وعندك 3-4 عمال ولا 20-100 عامل، بتتوه، ما تبقاش عارف تديرهم ازاي. ده انت النهارده بيبقى فيه رئيس
وتحت الرئيس رئيس وزراء وتحت الرئيس الوزراء وزراء وتحت الوزراء مساعدين للوزراء ومستشارين وبعدين ومحافظين ورتب رتب وانت كل ده ليه؟ عشان يقدروا يفهموا المسألة وفي النهاية برضو يتلخبطوا ما يعرفوش يحكم وفي النهاية تلاقيهم مش عارفين حال الناس. أنا عايز أقول لك حضرتك دماغك لوحدها بس فيها دماغك مش بقيت جسمك 3 مليون خلية، لو خلية توقفت حضرتك تموت. قول لي بقى اللي عامل كل ده فيك مش هيمشيك أنت بنظام دقيق ومش هيبقى عارف أنت عايز تقول إيه؟ آه فربنا بقى إيه لما يقولوا له اديتنا المال إحنا انشغلنا بقى بيه عن طاعتك، ما هو أنت اللي اديتنا بقى. فيدعى بسليمان، ربنا يجيب له سليمان عليه السلام بقى، ده ما حدش في الدنيا كان عنده فلوس وملك قده ولا قارون ولا غيره. يعني لو عايز تحط المسألة دي تقدر تقول أغنى أغنياء الأرض على مر في الخلق، يعني من يوم ما ربنا خلق الدنيا لحد قيام الساعة ما تقوم ما فيش حد زي سليمان في الملك والمال. فربنا بقى يجيب لهم ايه؟ شوف عشان تعرف ان الله يفحم الحجة لهؤلاء. فيدعى بسليمان فيقول هذا اعطيته المال اكثر مما اعطيتكم. هو انت عندك كام يعني؟ كان عندك كام؟ 20 شركة يعني؟ كان عندك دولة يعني؟ كان عندك ايه اللي كان عندك يعني؟ ده سليمان مسك الارض، كانت الارض بتاعته بكنوزها بانهارها. سليمان كان يأمر الجن يجيب له الكنوز اللي في البحار. ايه بقى انت قول لي انت ايه اللي عندك انت بقى بالظبط؟ يقول له هذا اعطيته مما اعطيتكم، ها وما شغله ذلك عن طاعتي. يعني يمشي كده من كثرة عبادته. خد بالك كانت الجبال والريح والعصافير يسبحن معه من كثرة ذكره وعبادته. اه نديت له اكتر ده وما انشغلش برضه. قال فيؤمر بهم إلى النار. لما تبص للمسائل دي لازم تدركها وتفهمها وتحاول إنك تنظر لنفسك وتشوف هو أنت هيبقى معاك جواب ولا مش معاك جواب. وصل اللهم على النبي محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.